قال لي انتصار به اليوم مع ليبيا من سنتين لقاو مع صعوبات اليوم ما شاء الله برشا بونت واجب. صحيح ديبلوكينا السيتياسيون من الاول ماركينا هذيك هي حطينا الريتم تاعنا حشنا بالماتش حشنا بالماتش اللي بعده زادا نحضروه الغلاط اللي عملناهم نصلحوهم شويه ونزيدوا نبنيوا على الحاجات الباهيه ان شاء الله ربي. بالنسبه ليك حسينا كاين ما حبتش اليوم على غالب هذيك هي الريسيد ما غابت الريسيد اليوم لازم واحد الجارد لاميم اسبري لاميم كونسنتراسيون ان شاء الله تجي. هيثم صحاب برشا انتويات خل بلاستك تعرفش شنو حكيتو قبل الدخول ولا قبل الماتش تعرفش؟ عرفته باش يماركي قلت له باش تماركي ما هيثم صاحبي اخويا ان شاء الله ربي معاه ونتمنى له كل نجاح باذن الله.